الحمد لله دايما هو النادي الاهلي متواجد دايما في الافضل، فاحنا بنشرف النهارده موجود انا والدكتور محمد شوقي زميلي في المجلس ان شاء الله لاستلام جوائز برضو تخص النادي الاهلي في محافل كثيره، وبعض اللاعبين موجودين برضو في الخصوص ده، فدي حاجه دايما بتشرفنا، وده النادي الاهلي الحمد لله اللي هو دايما اسمه في العلالي الحمد لله، يعني بكل الارقام القياسيه اتحققت في مجلس كابتن محمود الخطيب على مدار الدورتين ارقام قياسيه كتيره جدا، بخلاف كم الانشاءات اللي حصل جوه فروع النادي والفرع الجديد التجمع الخامس، يعني في كل المجالات الحمد لله، في المجالات الانشائيه، في المجالات المتعلقه بالنشاط الرياضي، كم بطولات الحمد لله ربنا اكرمنا بيها كتير، فده النادي الاهلي، ودايما يا رب نكون موجودين في الافضل يا رب عن النادي الاهلي. بدون شك اي نجاح للنادي الاهلي هو سعاده لينا جميعا كابناء النادي زي ما حضرتك تفضلت، مش كمسؤولين ولا اي حاجه، اللي بيحب النادي الاهلي واللي تربى في النادي الاهلي يتمنى النادي الاهلي كل نجاح وكل ازدهار طول الوقت الحمد لله. نتائج النهارده اللهم يعني لا حسد الحمد لله تليق باسم النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي افضل مننا كلنا، جمهور النادي الاهلي ما يتقلوش حاجه، نقول له ان شاء الله دايما مبروك باذن الله، لكن جمهور النادي الاهلي يعلم دوره ويعلم ازاي يحب النادي الاهلي وازاي حبه للنادي الاهلي يكون مفيد وليس ضار، جمهور النادي الاهلي ما فيش جمهور زيه. جمهور ما يتوجدش، احنا بنسافر في كل حته مع كامل احترامي جمهور النادي الاهلي لا يتكرر. الحقيقه النتائج كلها بتبقى بتصويت، تصويت ال 18 كابتن فرقه زي ما قلت على الستيج واللي هم في الدوري الممتاز وال 18 مدير فني زائد النقاد الرياضيين، وبتطلع النتيجه احنا مجرد ان احنا ناقل بننقلها، وبتبقى يعني دعم موسم 2023، فهي نقله للحقيقه اللي حصلت في 2023 والراي اصحاب الصناعه نفسها سواء لعيبه او مديرين فنيين او ميديا يعني. لا الحمد لله احنا في دير جاست متعودين الحمد لله، بقى لنا فتره بقى لنا 25 سنه بنعمل ده النوع دوت من الجوائز. الحمد لله السنه اللي فاتت النسخه الاولانيه كانت طالعه برده الحمد لله كويسه جدا. هي نجاح الايفنتس اللي زي ديت بتبقى معتمده على وجود اللعيبه، وجود الناس اللي هي صاحبه الحدث، يعني من غيرها ما يبقاش في حدث. احنا دورنا ان احنا بننظم وبنعمل اقصى حاجه ممكنه، وما افتكرش ان هي بقت حاجه صعبه دلوقتي ان احنا يعني نعمل حاجه محترمه. مصر تستاهل ده من زمان جدا والحمد لله.